من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية مشاهدينا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم، البداية مع فقرة بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لليوم، ونبدأ من صحيفة الوطن والتي عنونت السنة 17 تجدد الدعوة لتنفيذ اتفاقيات خفض التصعيد وتؤكد مواصلة الحرب على الإرهاب. سوسان: مقاومة الاحتلال حق مشروع والإجراءات القسرية تمس لقمة المواطن. وجاء فيها أيضا لافروف: على الأكراد أن يقرروا نهجهم وأمريكا ستنسحب بنهاية المطاف. أما صحيفة الثورة المحلية فجاء فيها لليوم: إصابة عدة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة استهدف سيارة بدرعة. وجاء فيها أيضا: إصابة فلسطيني واعتقال 2 خلال اقتحام الاحتلال مخيم دهيشة. وبالانتقال إلى صحيفة الشروق التونسية نقرأ ما جاء فيها لليوم: بعد تأجيل الانتخابات ليبيا أمام امتحان صعب. وكتبت: الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و35 الأكثر إصابة بأوميكرون. أما الآن ننتقل إلى الصحافة الأجنبية ونبدأ من صحيفة ذا نيويورك تايمز والتي عنونت: أمريكا وبريطانيا تساعدان أوكرانيا في الاستعداد لهجوم إلكتروني محتمل. أما صحيفة ذا جارديان: مشتريات الأسلحة النارية شهدت تسارعا في الولايات المتحدة. وبالانتقال إلى صحيفة فرانكفورتر الجماين: تجديد الإجراءات للحد من تفشي أوميكرون عقب أعياد الميلاد في ألمانيا. وأخيرا مع صحيفة البايس: إسبانيا تحتج على الاتهامات المغربية بالتساهل مع الأزمة الوبائية. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الرياضة، والبداية من صحيفة آس الإسبانية والتي عنونت اليوم: بطولة إسبانيا، غرناطة يلحق بأتلتيكو خسارة الرابعة تواليا بفوز تاريخي. وبنزيما يحرز هدفين ويمنح ريال مدريد الفوز على بيلباو. ومن إسبانيا إلى إيطاليا لنقرأ ما جاء في صحيفة كوريرو ديلو سبورت والتي عنونت: جوفنتوس يصارع برشلونة على خطف كافاني في الميركاتو الشتوية. وبطولة إيطاليا، إنتر المتصدر يختتم العام بفوز سابع تواليا. أنصاف الحلول عنوان مقال نشرته صحيفة الثورة المحلية، وجاء فيها: رغم كثرة الاجتماعات والندوات والملتقيات التي امتدت على مدار أكثر من ربع قرن من الزمن لإصلاح القطاع العام بأشكاله كلها، إلا أنها لم تتكلل بالنجاح أو الوصول لنتيجة معينة لإنعاشه وإخراجه من عنق الزجاجة. والدليل على ذلك مطالب العمال المتكررة في مؤتمراتهم كلها بضرورة إصلاح القطاع العام وإنقاذ ما تبقى منه. صحيح أن هذا القطاع تعرض لتدمير ممنهج من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ولكن مشاكله حقيقة كانت موجودة قبل الحرب العدوانية على سوريا التي عمقت أزمة هذا القطاع وزادت في حمله الثقيل، الأمر الذي بات بحاجة ماسة إلى حلول جذرية ووضع رؤى لتطوير عمل هذا القطاع تركز على توسيع قاعدته الاستثمارية ليكون رائدا في العملية الإنتاجية وفاعلا في مرحلة إعادة الإعمار. لقد أثبتت التجارب في معظم الدول أن القطاع الصناعي هو القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة. انطلاقا من ذلك يجب التركيز على تحديد الصعوبات التي يعانيها قطاعنا الصناعي وتوصيفها وتحديد أسبابها واقتراح الحلول لمعالجتها والتوقف عن رفع أسعار حوامل الطاقة ومصادرها والتي تشكل عناصر رئيسية في تشغيله وفي تحديد تكلفة الإنتاج، واعتماد طريقة الحلول الجذرية بالمعالجة بدلا من الإسعافية التي تقدم أنصاف حلول ومعالجة أثار الحرب وتداعياتها وتأهيل الشركات المتضررة والمتوقفة ودعم الاقتصاد المحلي والتوجه للاستثمار بمشاركة شركات وأفراد من القطاع الخاص والدول الصديقة لإعادة بناء وتأهيل وتوفير كل ما يلزم لإعادة تشغيل هذه المنشآت ضمن نشاطها الأساسي أو أي نشاط آخر ينسجم مع طبيعة الموقع والأهمية.
والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة صحافة العدو، حيث يعتقد المسؤولون الصهاينة أن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى الكيان هذا الأسبوع ستوفر فرصة سانحة لإعادة توجيه نهج الولايات المتحدة تجاه إيران قبل استئناف المحادثات النووية بحسب صحيفة هارتس الصهيونية. وتقول الصحيفة أنه بعد أيام قليلة من فشل الجولة السابعة من المحادثات بين إيران والقوى في فيينا في إحراز أي تقدم، تعتبر إسرائيل سوليفان الشخص الذي يمكن أن يغير الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، حيث يعتبر محبوباً ومحترماً من قبل كبار القادة الصهاينة. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان عدد الخطوات اللازمة للإنسان يومياً لإطالة العمر والحفاظ على الصحة. وفي التفاصيل، توصلت مجموعة من الباحثين والأطباء إلى استنتاج بشأن العدد الأمثل للخطوات يومياً للحفاظ على الصحة الجسدية للإنسان. ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا نتائج الدراسة التي أشرف عليها طاقم طبي، والذي أشار إلى أن العدد الأمثل للخطوات يومياً للحفاظ على الصحة هو نحو 4000 خطوة. ووجد الخبراء أنه على الرغم من أن 10000 خطوة في اليوم تعتبر المعيار القياسي، إلا أن 4000 خطوة كافية لخفض معدل الوفيات إلى النصف بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً. وأشارت الدراسة إلى أنه حتى هذا القدر من النشاط البدني يكفي لإطالة حياة صحية بنسبة 20% مقارنة بأولئك الذين لديهم القليل من النشاط البدني. زوجان يتحدان بطريقة مثالية لإيقاف لص حاول سرقتهما، عنوان خبرنا اليوم في فقرة الصفحة الأخيرة. أثبت زوجان في أستراليا أنهما ثنائي مثالي عندما تعاونا بطريقة دراماتيكية لإيقاف لص حاول سرقة سيارتهما. وظهر في الفيديو المسجل لص اقتحم سيارة الزوجين الواقفة خارج منزل، ليهرع الزوج إلى السيارة عند رؤيته اللص ويتعلق بباب السيارة برغم قيادة اللص لها. ومع إصرار الزوج نجح بدخول السيارة أثناء قيادتها والدخول ومواجهة اللص داخل السيارة وإجباره على إيقافها. ولم ينتهي الأمر عند شجاعة الزوج، فعندما ترجل اللص من السيارة في محاولة للهروب ظهرت الزوجة وبيدها عصا غليظة وكأنها رسمت خطة لاستقبال السارق فور نزوله. وفور ترجله من السيارة بعد دخول الزوج، بدأت الزوجة بضرب اللص بالعصا ليترنح في مكانه قبل أن يفر نادما على محاولته سرقة الثنائي الخارق. ولقى الفيديو إعجابا كبيرا من مستخدمي الإنترنت الذين وصفوا الزوجين بالخارقين لاتحادهما معا لإيقاف عملية السرقة. والآن مشاهدينا مع ريشات رسامي الكاريكاتور. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.